مشاهدينا الكرام، التعليق على الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب الصحفي السيد عبسي اسميسم. مع اهلا بك. مع استمرار قصف النظام وروسيا على ريفي اللاذقيه وحماة وغيرها من مناطق خفض التصعيد، كيف ترى مصير اتفاق استانا في هذا الشان؟ نعم، يعني حقيقه نحن شفنا انه روسيا بعد فشل اتفاق استانا الاخير بدات بعمليه عسكريه واسعه دعمت فيها قوات النظام بهدف الضغط على تركيا، يعني طبعا بعد الفشل بالتوصل الى القائمه الخاصه بممثلي منظمات المجتمع المدني ضمن اللجنه الدستوريه، وبالتالي يعني بدات عمليه عسكريه واسعه. ولكن انا برايي الشخصي يعني الحفاظ على اتفاق خط التصعيد يعني هو مصلحه روسيه تركيه مشتركه، الا ان يعني روسيا يعني حاولت من خلال يعني العمليه العسكريه الاخيره ان تطبق نفس السيناريو الذي طبقته ضمن مناطق خفض التصعيد الاخرى، ولكن الوضع بإدلب يختلف عن الوضع في ما الهدف من استمرار القصف وخرق الاتفاق في هذا التوقيت بالذات؟ نعم، يعني موضوع يعني التعاطي الروسي بهذا التوقيت بالذات، يعني روسيا تحاول ان تضغط على تركيا من اجل ان تاخذ بعض المناطق، لانها هناك بعض المناطق في محافظه ادلب هي مناطق تعد مناطق استراتيجيه بالنسبه لروسيا، يعني منها منطقه جسر الشغور التي تعد قريبه من مطار حميميم، ومنطقه مناطق في ريف ادلب الجنوبي، ومناطق في ريف حماة الشمالي، هي مناطق يعني تعد مناطق استراتيجيه تريد روسيا ان يعني ان تاخذها. وقد لاحظنا نحن ان يعني بعد العمليه الاولى التي قامت بها الروس يعني حاولت ان تعمل على اتفاق لوقف اطلاق النار تثبت فيه المناطق التي اخذتها قوات النظام، ولكن تركيا رفضت هذا الاتفاق، ويعني تعاملت مع الموضوع بانه يجب على قوات النظام ان تعود الى النقاط التي انطلقت منها. طيب، ونلاحظ ان يعني روسيا يعني اوقعت نفسها في مستنقع، يعني هو عمليه حرب استنزاف. سيد عبسي، الاهداف التي يقصفها النظام وحليفه الروسي مدنية بامتياز وأهمها المستشفيات، كيف تقرأ عملية استهداف والتركيز على المستشفيات، وهل نحن أمام سيناريو حلب والغوطة؟ نعم، يعني روسيا دائما تحاول أن تضرب الحاضن الشعبي للمعارضة، وبالتالي هي تحاول أن تضرب البنى التحتية في المناطق التي تقصفها وتتبع يعني سياسة الأرض المحروقة وتوجيه ضربات، يعني هي يعني تعد هي ضربات يعني قاسمه تضرب من خلالها يعني بكثافه ناريه قويه وتستهدف بشكل رئيسي المستشفيات والبعض المراكز المدنيه من اجل ان تؤلب يعني الحاضن الشعبي على المعارضه التي تقوم بقصفها. يعني نحن نلاحظ ان يعني معظم القصف الذي يعني كانت تقوم به قوات النظام والقوات الروسيه يعني اساسا يعني المشكله هي كانت بهيئه تحرير الشام، وهيئه تحرير الشام لم تقصف بشكل اساسي، يعني كانت تقصف بشكل اساسي المنشات المدنيه وكانت تقصف فصائل المعارضه يعني الجيش الحر. ووصلت الفكره سيد عبسي اسمي اسم الصحفي والكاتب السوري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.